انت بلا صدفة؟ ايه حكاية اللي اسمها صدفة دي؟ حضرتك مين بقى؟ ده انا مش صدفة. البنت دي لو حصل لها حاجة هتكون انت السبب. اصلها اول مرة تدخل اسمه كده. انت تعرف منين عشان تقول كده؟ ما انا البلاوي اصلها بتسيب الدنيا وتيجي لحد عندي. انا بصراحة مش مصدق ان اللي حصل بينا ده اصلا صدفة. يعني ايه صدفة ما راحتش المدرسة النهاردة؟ مش صدفة، اتخطفت. حاسبة صدفة. انت عمرك ما رقصتي ولا ايه؟ انا عمري. بتعقلي ليه؟ على فكرة دي إهانة. انت كنت ولا حاجة، صفر على الشمال. يانا يانتي استبنى. صدفة يوميا في رمضان في هذه الأوقات على قناة ART حكايات.